كمال أولاد العيد وهو مدير التربية لولاية ورقلة. صباحك سعيد سيدي كريم. صباح الخير، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بك، هي فرصة كذلك حتى نتحدث عن الاستعدادات والرتوشات الأخيرة قبل انطلاقة الموسم الدراسي الجديد 2023-2024 على مستوى ولاية ورقلة. كل تفاصيل عن الدخول المدرسي ستكون مع السيد مدير التربية. إذا في البداية سيدي الفاضل، ضعنا في الصورة عن التعداد التلاميذ وطاقم التأطير المرتقب التحاقهم إن شاء الله يوم 19 سبتمبر لما أعتقد في الدخول المدرسي إن شاء الله. نعم، سيلتحق أبناءنا التلاميذ إن شاء الله يوم 19 سبتمبر 2023 بمقاعدهم البيداغوجية على مستوى المؤسسة التربوية في الأطوار الثلاثة في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي يوم 19 سبتمبر إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للتحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي، تم وضع كل الترتيبات الإدارية والبيداغوجية واللوجستيكية بطبيعة الحال بالتنسيق مع مصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية والمصالح على مستوى السلطة المحلية تحت إشراف السيد ولي الولاية. هذه السنة يعني بالنسبة لهذا الحدث الاجتماعي الخاص بالدخول المدرسي سيلتحق أكثر من 126,265 تلميذ. طبعا الحال فيه تحويلات دخول وخروج بالنسبة للتلاميذ. في التعليم الابتدائي أكثر من 66,000 تلميذ، في التعليم المتوسط أكثر من 4,300، وفي التعليم الثانوي أكثر من 17,000 تلميذ. بالنسبة للتأطير البيداغوجي والإداري، التأطير الإداري التحق يوم 27 أوت، التأطير البيداغوجي التحق يوم 3 سبتمبر، وسيلتحق بنا التلاميذ يوم 19 سبتمبر. يعني أكثر من 7,000 مؤطر بين طاقم إداري وتربوي هم متواجدين على مستوى مؤسساتهم التربوية. فيما يخص الهياكل، هذه السنة تم استلام أكثر من 45 قسم توسعة وتعويض في التعليم الابتدائي، أكثر من 18 قسم توسعة في التعليم المتوسط، في ثانويتين بولاية ورقلة، واحدة في عدل 1000 مقعد و300 وجبة، وأخرى في بامنديل 800 مقعد و200 وجبة، وأربع مجمعات مدرسة وست مجمعات مدرسية. وكذلك سيتم في شهر نوفمبر بإذن الله مقرر استلام أكثر من أربع مؤسسات أو مجمعات مدرسية في التعليم الابتدائي، فيه خمس مطاعم مدرسية تم استلامها، وكذلك ستدخل حيز التنفيذ مع الدخول المدرسي. عدد المؤسسات في الأطوار 363 مؤسسة. هذا العام كذلك المؤسسات التي استفادت من الألواح الإلكترونية لطابلات لدينا كانوا خمسة، أصبح لدينا ثمانية مؤسسات، يعني في كل بلدية لدينا ابتدائية بها الألواح الإلكترونية، خاصة في مناطق الظل في أم الرامب، في فران، في المخادمة، في البرما إلى غير ذلك. فيه العملية التضامنية بالنسبة للمنحة تاع 700 دينار 5,000 دينار. نعم، راح نتحدثوا بالتفصيل عن المنحة وعن الكتاب المدرسي وتفاصيل أخرى. نبقى في الهياكل الجديدة حتى المشاهد الكريم وخاصة ساكنة منطقة ولاية ورقلة حتى يعرفوا الهياكل الجديدة أو المؤسسة التربوية التي ستفتح أبوابها لأول مرة هذا الموسم. لحبذا أين تتواجد سواء بلديات أو الدوائر؟ نعم، لدينا ثانويات بالربع السايح متواجدة ببلدية ورقلة، 1000 مقعد 300 وجبة في عدل. لدينا كذلك ثانوية شهداء ديسمبر 1957 بامنديل 800 مقعد و200 وجبة في بيت ورقلة. نعم. لدينا ابتدائية بومادة 12 قسم تبدي، ابتدائية غزو الأخضر في الخفجي 4500، عندنا ابتدائية الزينة في الزينة تبدي كذلك الرويسات بن طبال، ولدينا ابتدائية عياض عبد القادر في الحدب، يعني الرويسات دائما. نعم،
جميل. طيب هذه المؤسسة التربوية إن شاء الله ستكون لفائدة ساكنة هذه البلديات أو الأحياء. طبعا تحدثنا عن الهيكل التربوية الجديدة التي سيتدعم بها القطاع في على مستوى الولاية هذا الموسم أو جديد القطاع ككل على مستوى الوطني هذا الموسم بدون شك هو توظيف أساتذة التربية البدنية والرياضية، بالإضافة أيضا إلى مواصلة توظيف أساتذة اللغة الإنجليزية طبعا على مستوى الطور الابتدائي. ماذا عن القطاع على مستوى الولاية فيما يخص هذا الموضوع؟ نعم، بالنسبة لعمل التوظيف هذه السنة فيه عمل خاص بالنظام المعلوماتي منصة رقمية، حيث تم توظيف 43 أستاذ في اللغة الإنجليزية، وكذلك لدينا 109 يعني لدينا 141 منصب مالي في التربية البدنية، واللي نظرا لعدم وجود مترشحين لدينا فقط 109. سيتم اتخاذ إجراءات أخرى لالتحاق هؤلاء الأساتذة حتى يتم تغطية كل مؤسسات التعليم الابتدائي، يعني هذه الأساتذة في التربية البدنية واللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي، وقد التحقوا بالتكوين التهيئي التحضيري على مستوى متوسطة سيد روحو ابتداء من يوم 7 إلى غاية يوم 18 إن شاء الله. في عملية ثانية على مستوى المنصة الرقمية وهي الخروج والدخول الولائي بالنسبة للأساتذة في الأطوار الثلاث، وتأتي بعدها العملية الثالثة وهي الخاصة بعملية التعاقد كذلك على مستوى أرضية رقمية. سيكون في إشهار لهذه العملية والترتيب حسب الاستحقاق واختيار المؤسسات حسب الترتيب. إن شاء الله العملية تنتهي يوم 17 سبتمبر، وكل مترشح أو مستفيد ومؤهل علمي يستفيد من منصب تعاقد إن شاء الله. إن شاء الله. نبقى على مستوى الطور الابتدائي ومع أساتذة التربية البدنية وكذلك الإنجليزية، ما هي المستويات التي ستستفيد من دراسة هذه المادتين أي الإنجليزية وخاصة التربية البدنية بما أنها مادة جديدة هذا الموسم على مستوى الطور؟ بالنسبة للغة الإنجليزية يستفيد منها التلاميذ سنة الثالثة والرابعة ابتدائية. تعلمون أن العام الماضي بدأت عملية يعني تمدرس التلاميذ في اللغة الإنجليزية، وهذا العام كذلك السنة الرابعة ابتدائي. بالنسبة للتربية البدنية يستفيد منها كل أبنائنا التلاميذ في المستويات يعني من السنة الأولى إلى السنة الخامسة ابتدائي، يعني جميع المستويات معنية بهذه بممارسة التربية البدنية. نعم. طيب نتحدث كذلك عن ربما قد يوجد منصب شاغر على مستوى بعض المؤسسات، كيف يتم التعامل معها لسد هذا الفراغ وحتى يكون دخول المدرسة ربما ناجح وموفق سيدي كريم؟ هو إن شاء الله يوم 19 سبتمبر عند التحاق أبنائنا التلاميذ بمقاعدهم البيداغوجية في الأطوار الثلاث لن يكون هناك قسم أو فوج بدون أستاذ، لأنه عملية التوظيف بالتعاقد على المنصب الشاغرة ستغطي كل احتياجات. جميل. طيب نتحدث الآن عن الجانب الاجتماعي، نتحدث عن المنحة المدرسية، هل ربما أو منحة التمدرس مثل ما نقول هل بالنسبة لهذه المنحة تم صبها لجميع التلاميذ أو لياء التلاميذ لعدم الحق في هذه المنحة أو أن العملية ما زالت مستمرة؟ بالنسبة لمنحة التمدرس 5000 دينار تمت العملية يوم 20 أوت، تم صب مستحقات أو تسديد مستحقات لأولياء التلاميذ المعوزين. كان عدد الملفات المودعة 20207، الملفات المصادقة عليها 18429، يعني 18429 كل أولياء التلاميذ المعوزين استفادوا من هذه المنحة يوم 20 أوت. نعم جميل. ونتحدث كذلك عن النقل المدرسي بالنسبة للتلاميذ ربما اللي عندهم مسافة بعيدة ما بين البيت والمدرسة، ماذا عن النقل المدرسي؟ نعم، بالنسبة للنقل المدرسي فيه جهود مبذولة من السيد ولي الولاية وتعليماته بالنسبة للسيد رؤساء البلدية الدوائر، فيه أكثر من 54 حافلة ما بين التابعة البلدية والتضامن والمستأجرة، تم تخصيصها لأبنائنا التلاميذ وعددهم يفوق 1400 تلميذ الذين سيستفيدون من النقل المدرسي. جميل. أما بالنسبة للكتاب المدرسي هل هو متوفر في المؤسسات التربوية وسيكون في متناول جميع التلاميذ؟
الكتاب المدرسي تم توزيعه ابتداء من شهر مارس الفارط على يعني المؤسسات التربوية بما فيها كتاب السنة الرابعة ابتدائي الذي سيتم يعني هذا بالنسبة للغة الإنجليزية. هذه الانطلاقة ستكون هذه السنة بالنسبة يعني دراسة اللغة الإنجليزية. كل كتب متوفرة وموجودة في المؤسسات التربوية. نضيف أنه تم في معرض أقيم بدار الثقافة في مفدي زكريا هنا ببيت ورقلة نظمه ديوان المطبوعات المدرسية سيادي تي بي، فيه 23 مكتبة معتمدة متخصصة متعاقدة مع ديوان المطبوعات، كذلك تقوم بعملية البيع، وهو نفس السعر موجود في المؤسسة وموجود في هذه المكتبات المعتمدة متخصصة. في كذلك بالأمس تم إعطاء إشارة انطلاق بيع اللوازم المدرسية من طرف السلوى الولاية، والمعرض تم تنظيمه من طرف مديرية التجارة. يعني كل كتب عددها 388,888 كتاب، يعني عنوان في كل المستويات. نتحدث عن المطاعم وكذلك الوجبات الساخنة، هل ستكون جاهزة منذ اليوم الأول إن شاء الله من عودة التلاميذ لمقاعد الدراسة؟ إن شاء الله نحن لدينا 172 ابتدائية بها كل مطاعم مدرسية، وسيتم تناول وجبات الساخنة ابتداء من اليوم الأول يعني من يوم 19 سبتمبر إن شاء الله. كل ترتيبات تم اتخاذها بالتنسيق مع البلديات. طيب فيما يخص التموين أكيد. طيب نتحدث كذلك عن ربما هنالك تنسيق دائم مع المصالح المركزية، ما هي ربما آخر التوصيات التي تصلكم حتى يكون هنالك دخول مدرسي موفق على مستوى جميع ولايات الوطن؟ ما في شك بالنسبة لتوجيهات السيد وزير التربية الوطنية هو إنجاح هذا الحدث، إنجاح الدخول المدرسي، خاصة كما لاحظتم فيما يخص عمل التنظيف الواسعة في توجيهات من طرف سيد وزير التربية الوطنية، وفي إشراف كامل من طرف سيد ولي الولاية قبل ما تنطلق العملية يوم 8 و 9 يعني يوم الجمعة و 6 سبتمبر 2023. كانت العملية على مستوى المؤسسات داخل أسوار المؤسسة وخارج المؤسسة تحت شعار محيط مدرسي وبيئي نظيف. إذا العملية لازالت تتواصل إلى غاية الدخول المدرسي. بالنسبة للتوجيهات الخاصة بوزارة التربية الوطنية هو التحاق أبناء التلاميذ والطاقم الإداري أبناء التلاميذ يوم 19 إن شاء الله يكون في مقاعدهم البيداغوجية، يعني كل العملية التضامنية تكون تم الانتهاء منها، لسيما متعلقة بالحقيبة المدرسية. هذا العام أكثر من 1500 تلميذ اللي سيستفيدون في الدخول المدرسي من الحقيبة المدرسية بجديدة، وفيه كذلك حصة أخرى سيتم وفاتنا بها لتوزيع لأبنائنا التلاميذ المعوزين. كذلك سيتم تخصيص أكثر من 6500 نظارة لأبناء التلاميذ ذوي ضعف البصر. قلت التوجيهات أنه ما يكونش فيه فوج أو قسم بدون أستاذ، يكون طاقم إداري وتربوي متوجه من المؤسسات، الكتاب المدرسي يكون متوفر ومتاح لكل التلاميذ. في عمل اخر اللي هو ربما لاحظتوا نهايه العام في نهايه السنه اللي هو الخاص بتقييم مكتسبات مرحله التعليم الابتدائي، هذا بالامس تم يعني يوم 3 4 5 كان فيه الندوه الوطنيه تحت اشراف السيد وزير التربيه الوطني لمفتش المواد، وفيه ملتقى جهوي على مستوى ولايه ورقله فيه اكثر من 9 ولايات. قمنا بالامس مع مفتش مركزي من وزاره التربيه الوطنيه بافتتاح هذا الملتقى الذي يدوم 4 ايام، وتتم فيما بعد المضاعفه الى غايه يوم 18 سبتمبر ان شاء الله. ان شاء الله. طيب سيد المدير في الاخير، يعني وقبل حوالي اسبوع عن دخول المدرسه، ما هي رسالتك بتقدمها للاسره التربويه لاولى التلاميذ وكذلك لابناء التلاميذ ان شاء الله؟ انا اولا أقول بالنسبة لساكنة ولاية ورقلة، بالنسبة لأولياء التلاميذ، أطمئنوا يعني في سيكون دخول مدرسي بإذن الله إن شاء الله ناجح. إن شاء الله. كل الظروف مهيئة لاستقبال أبنائنا المتمدرسين. سنعمل من أجل أن تكون نتائج
في الشهادة المتوسط وشهادة البكالوريا وفي مختلف المستويات مع يعني مع الأوائل إن شاء الله. هو مشروع احنا نعمل مع الطاقم الإداري والبيداغوجي باش تكون فيه نتائج جد جيدة وممتازة بالنسبة لولاية وريلا إن شاء الله. نتمنى لأبنائنا التوفيق وشكرا. ونحن كذلك نشكرك على تلبية الدعوة بالرغم ربما من انشغالات الكثيرة والتحضيرات والاجتماعات من أجل إنجاح هذا الدخول المدرسي. أتمنى لكم وللأسرة التربوية على المستوى الوطني ككل إن شاء الله كل التوفيق والنجاح. شكرا لك مجددا سيدي المدير كمال أولاد العيد مدير التربية لولاية وردة. شكرا جزيلا. شكرا لكم. إذن مشاهدينا الأفاضل كنا في هذه الفقرة فقرة ضيف الصباح. قبل أن نمر إلى الفقرة الموالية أترككم عند هذا الفاصل الغنائي من المنيعة مع الفنان محمد طلحاوي. ثم أعود نرجع لكم من جديد.